حكم التهجد أو القيام أو صلاة النوافل تجوز، يعني ما فيها مشكل، يعني يقصد جماعة، هو جماعة تجوز التهجد في المنزل وفي المسجد وفي يعني كل الأماكن يجوز ذلك، أما عدد الركعات فيعني لا حدود لقضية قيام الليل في ركعات معينة. وهذه المسألة تحدث عنها العلماء قديما وحديثا، وذكروا ما كان عليه الأمر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد صحابته، وكيف أن عمر بن الخطاب كان في عهده يعني 23 ركعة بالشفع والوتر، وفي عهد عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه ورحمه كانت 39 ركعة بالشفع والوتر، يعني 36 زائد 3. نعم. فالمسألة واسعة. نعم. لا حدود لها. نعم. يعني أن المحدود هو الفرائض، فرائض لا يجوز أن يزاد فيها شيء ولا أن ينقص فيها شيء أو منها شيء، لكن النوافل ما لا حدود لها بحسب قدرة الإنسان ونشاطه إلى غير ذلك. نعم، والله أعلم.